نصيبنا انه نتعرف على بعض هون. ايه نصيب. قانون العفو باللجنة ان شاء الله قريبا رح تطلع. ان شاء الله. شو بتقول من شان الجمعية حقي؟ شو بدي اقول يعني؟ ما ضل شيء ينقال. وحدة مثل شو بدها بالرئاسة؟ بس ما حدا سمع لي من جهة اللي بالبيت، وبالاخص مرت اخوك الف، مدري كيف لعبوا بعقلاتي. يخلي لنا ياكي ست الف. العفو؟ لا عن جد العقل اساسي. انا ما فيني خير وجيمو حد مثل الخل، والحقيقة أختي زينو ما كتير بتفائلني، بس أقوى الرجال بيوصل لمرحلة وبيضعف قدام المرأة، بيوصل لعنده وبيوقف، وإذا ما وقف بيكون غلطان كتير، وبعدين زينو إلى تقلة ومكانتها. تسلم أخي، ريحتني كتير. خليكي دائما مرتاحة طالما الست ألف جنبك. استغفر الله. قال موظفة بنك. إيه اشتغلت سنين طويلة. وقدرتي تتعودي على المنطقة؟ عم حاول أتعود. إذا أي شي بيضايقك خبريني. مثل شو؟ أي شي بيزعجك، شو ما بيخطر لبالك، وجودي بهالمحل ما بيغير شي، ما عليك إلا تخبريني. دراعنا طويلة بتوصل للقريب والبعيد. الزيارة بتخلص بعد 5 دقايق، وقت الزيارة قرب يخلص، اختصروا حديثكم. جبت لك شوية أكل، تياب نظيفة، وشوية مصاري. يسلموا أختي. في معهم بصل أخضر؟ بصل شو؟ ولا شي، عم بمزح. في معنا بالزنزانة سجين سياسي، من كم يوم قرأ قصيدة وعجبتني كتير. أحضروا لي بصلاً أخضر بالزيارة، وبعدها شو طيبة السيجارة. يعطيك العافية بابا. أهلين ابني. أهلين فيك. شو صاير لوشك؟ خانقت مع حدا؟ لا بابا، حادثة، ضربني موتور وقعت واجيت على وشي. حادثة غير متوقعة؟ هيك شي، ما شفته هو جاي، لو شفته كنت بعدت، ولما شفته كان صار لي صار. وشو سبب الزيارة؟ في بنت بابا. بنت؟ ايه بنت. انت بتحبها وهي كمان، مزبوط؟ مزبوط. وانت مستعجل كتير وما عاد فيك تنطر للمساء، جيت لعند ابوك لتخبره. مزبوط. ومنو هالبنت؟ والله بنت حلال، شريفة ومرباية وحلوة كمان. ايه اليوم صار مناسبة، مناسبة حلوة، تعرفت على عائلتها. عال عال. وقالوا تعوا اطلبوها. ومن بيت مين هالبنت بقى؟ من بيت البوياطلي، بنت المرحوم كمال آغا. في إلى عمي اسمه الزينة. زينو هي اللي قالت لك تعالوا اطلبوها؟ ايه والله زينو هي قالت لي. يا الله. في شي بابا؟ لا ما في شي. شو رح يكون؟ ماشي ابني، منشوف. بتيب دار هجيرو كي اللي سويتي غلط. اي حدا بمحل جيمو اكيد كان طلع الدم براسه. سيد كمان هيك رايه. ليش شفتي؟ شفته منيح. لا تقلقي. وكمان قال لي انك انت كمان بتحبي. مزبوط مزبوط. هالشاب عبالي عيني. ماما زينو قلت لك هالشاب عبالي عيني مو أكتر. ليك هاي 3-2. شو جواب طيب؟ أكيد الاحتمال بيه. فهمت. ممتاز. شوف هلأ. برافو. ادرسوا لشوف.
Bugün ne oldu? Bilmiyor musun? Bağda olanları soruyorum. Bir sürü şey. Öpüştünüz mü? Ne? Öpüştünüz mü diyorum, yani Seyit'le. Kızım sen deli misin? İkimiz dünyanın dayağını yedik, sen kalkmış. Ya ne var bunda bozulacak? Öpüştünüz mü öpüşmediniz mi onu söyle. Yeter. جيمو حابب نحكي؟ ممكن أقعد؟ في عندك حبيبي جيمو؟ حبيت شي مرة؟ يعني لما كنت بالجامعة. كان في وحدة إزميرية. إيه وشو صار؟ تخرجنا، قالت لي راجع بس ما رجع، خطبت. ولا مرة مسكتوا إيدين بعض؟ ما حضنتها؟ جاوبني جيمو، ما صار شي من هاد بيناتكم؟ صار ما هيك؟ شو برأيك الغلط؟ اللي عشتوا مع البنت ولا انفصالك عنها؟ ما كنت بتتمنى إنه هالبنت تحبك؟ طلع فيني، ما كنت بدك؟ بلا بدك وكتير كتير كمان. قلي جيمو، الحب اللي تمنيته لحالك ليش استكترته على اختك؟ انت شاب شجاع يا جيمو، وبتفهم بالشجاعة كتير منيح، وإيدالة وسيد مثلك شجعان وشجاعتهم هي المزبوطة. إذا بتحب خلي كل الدنيا تعرف حبك والباقي فاضي. اوعك تخافي، وانا مارق دقيت الباب ما سمعت صوت، حبيت شق عليك. انا ما حبيت خوفك ايدال، بعرف خفتي مني، بس انا كمان خفت كتير لما شفتك اليوم هيك ضربي لإلك وهجمتي على الولد، كله من خوفي ايدال. انا فكرت حالي خسرتك، قلت لحالي بالأول أبي وهلأ إيدال، بعدين الغضب اللي جواتي. عم تفهميني؟ عم تفهمي علي؟ يا ريت تفهمي إيدال، فهمي إنه أنا جنيت من الخوف. Gurbet yeah.